بقى الله اكبر كده طبق كيلو ب 220، والاتنين كيلو ب 400، في العرض بتاعنا الاتنين ب 400. ده كل حاجه الله اكبر، وكله فريش زي ما انتم شايفين. عندنا البوري من غير بطارخ، الاحجام الحجم اللي انت عايزه، في 700 وفي 600 وفي 500 وفي 400، الحجم اللي انت عايزه. حاجه تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يعني حاجه الله اكبر. البوري يا جماعه في العرض 3 كيلو ب 360، يعني ب 120، بره العرض ب 130. حاجه تبارك الله تبارك الله. قلت لهم البربون بكام؟ البربون واحنا قلنا الطبق ب 100، طبق ابو 150 بنبيعه ب 100، كيلو بربون البلد الوسط ده ب 100. خش على البوري مبطرخ يا جماعه، عندنا النهارده الحجم لو عايز 4 عايز 5 بالكيلو، عندي كله كده، عندي الاحجام اللي انت عايزها. حاجه تبارك الله، في عندي الوسط وعندي الكبير، الحجم اللي انت عايزه. البوري النهارده عرض 3 كيلو ب 420، يعني ب 140 معايا، اللي عايز كيلو ب 150. حاجه تبارك الله. خش على المكرونه السويسي، هو ده اللي في قلبه الزبده، تبارك الله تبارك الله، اللي عايز اللي في قلبه الزبده. النهارده حتى اي حد يجيب مكرونه ب 150 جنيه، احنا عندنا 3 كيلو ب 300، وعندنا كيلو ب 120 زي ما احنا شغالين. خش يا يوسف يا جماعه، الجمبري الوسط كبر النهارده الله اكبر كده، حاجه تبارك الله، كله بالواحده، ولا واحده كده ولا واحده كده، وكله بطارخ تبارك الله، زي ما احنا شغالين في العرض بتاعنا ب 280، جمبري بالواحده كده ب 280. خش على السبيط ده، متنضف بره وجوه، يعني ده مش هيخس معاك بحاجه، في جميع الاحجام، في وسط، في كبير، في الحجم اللي انت عايزينه، حاجه تبارك الله كده. السبيط ب 350 يا جماعه، الله اكبر، حد اي حد يجيب سبيط النهارده ب 450 مش 350. خش على الجمبري الكبير الحلو ده، كبر يا جماعه اهو النهارده الله اكبر، كبر كله بالواحده، ابو شناب ده، ابو شناب الشناوي ده، حاجه الله اكبر الله اكبر. جماعه النهارده جمبري يسوى 600 جنيه، مش 300 ولا 400 ولا 500، والله يسوى 600 جنيه على عرضنا ب 350. واتحدى اي حد يجيب جمبري كبير النهارده ب 350. خش بقى على الحلو ده، خش بقى على الحلو ده اللي كله بطارخ ده، العروس ده كله بطارخ يا جماعه، العروس ده كله بطارخ الله اكبر، كله بطارخ كله بطارخ. الفخم ده، ده يا جماعه في العرض بتاعنا ال 2 كيلو ب 400، والكيلو ب 250، مفيش كلام. واتحدى اي حد يجيب عروس ب 500 ولا ب 400 ولا، ده كله نيتي وكله بطارخ الله اكبر. اللوت زي ما احنا شغالين، حاجه الله اكبر كده تبارك الله. اللوت يا جماعه ب 160، سمكه عندي كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، 2 كيلو الا ربع، الحجم اللي انت عايزه. اللوت ب 160 بس. خش على الموسى، الله اكبر، الموسى البلدي بتاعتنا دي، البلدي بتاعتنا دي اللي كلها بطارخ، دي كلها بطارخ الله اكبر. الموسى يا جماعه ب 200، وال 2 كيلو ب 350، كيلو ب 200، 2 ب 350. بسم الله جماعه، عندنا تشكيله البحر دي، شعور ببغبغان زي ما انتوا شايفين كده، حاجه الله اكبر، حاجه تبارك الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. 3 ب 200 يا جماعه، 3 النهارده ب 200، يستحق كيلو سمك، كيلو شعور ب 250 جنيه، والبغبغان كذلك، احنا هنبيع 3 كيلو التشكيله دي ب 200. خش على البغبغان الكبير، اللي عايز بغبغان بس تبارك الله كده، حلو اللي في قلبه الزبده ده يا جماعه، نفس الكلام، 3 ب 200، والله العظيم ببيع باسعار بالبركه، 3 كيلو برده ب 200. يبقى اللي عايز تشكيله، اللي عايز كله بغبغان، كل التشكيله ديت بتاعت البحر الاحمر دي ببلاش، كيلو معاك كده ب 65 جنيه يا بيه، الحق العرض الحق. خش على الكابوريا نيتش، دي كابوريا نيتش وسط يا جماعه، دي الوسط الله اكبر، مفيش كابوريا خالص 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 خالص. كابوريا نيتشي 3 ب 300، 2 ب 250. خش على الكابوريا الكبيره، حاجه تبارك الله كده،
الاثنين ب 350، كابوريا النهارده ب 200 جنيه قسما بالله. 2 كيلو كابوريا كبيره 350 بالواحده. خش على الدنيس، دنيس الله اكبر، دنيس اللي قلبه الزبده وكله بطارخ برضه. الدنيس ده نفس العروس برضه، الاثنين كيلو عرض ب 400 والكيلو ب 250. اسعارنا مش موجوده في البلد. خش على التعابين، الله اكبر كده، كل مدى بتحلو يا جماعه، الله اكبر. النهارده عندنا عرض على التعابين جبار جبار، الاثنين ب 300 والله العظيم زي ما بقول لك. الاثنين كيلو تعابين، تعمل شوي وتعمل طاجن وتعمل قلي وتحط في الثلاجه وتملى الغساله وتعزم البلد كلها، الاثنين كيلو ب 300 والكيلو ب 200. الاثنين ب 300، حط وخزن زي ما انت عايز، موسم التعابين خلاص. عندنا جندوفلي، جندوفلي الله اكبر، زي ما احنا شغالين يا جماعه، الثلاث شبكات 200 والشبكه ب 80. وعندنا فيه قشر بياض يا جماعه، قشر بياض ده مجفف ماشي مش فريش، لان الفريش دلوقتي ب 350 جنيه، ده مجفف بقاله بتاع شهر ماشي. اسعاره حلوه يعني، احنا كنا مخزنين منه ماشي. ليه القشر وقت ب 240، الفريش الفريش كده النهارده ب 400. ويجعل صباحكم زي العسل، كل سنه طيبين، يا احسن ناس في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.